أهلا بكم مشاهدينا في برنامج هنا البحرين، نقدمه على حضراتكم من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. ونبدأ مع العناوين. محافظة المحرق تقيم حملة الجينوم والتي تهدف إلى الوقاية من الأمراض الوراثية وتوفير بيئة صحية وفق أعلى المستويات. وزارة التربية والتعليم تواصل اجتماعاتها استعدادا لانطلاق المشاورات الوطنية. وجامعة البحرين تقيم الحفل الختامي لعرض مشاريع التخرج لطلبة الماجستير في التكنولوجيا المالية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد محافظ محافظة المحرق السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي حرص المحافظة على دعم جهود وزارة الصحة الرامية إلى توفير البيئة الصحية وفق أعلى المستويات، والتي يأتي من ضمنها الحملات التثقيفية والتوعوية وحملات الفحص المتكرر والدوري لمنتسبي المحافظة وكافة الأهالي وفق مبدأ الشراكة المجتمعية. جاء ذلك خلال حملة الجينوم الوطني التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع المنسقية العامة للمحافظات ووزارة الصحة، ممثلة بإدارة الصحة العامة، والتي تهدف إلى الوقاية من الأمراض الوراثية والمساهمة في تطوير الأدوية والمضادات الفعالة لعلاج تلك الأمراض. عقد وفد من وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة سماح محمد العجاوي القائم بأعمال الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلم والمنسق الوطني المختص بتنظيم المشاورات الوطنية، عقد اجتماعا افتراضيا استعدادا لقمة التحول في التعليم للعام 2022، وذلك مع ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها مثل اليونسكو واليونيسف واليونيدو ومنظمة العمل الدولية، لمناقشة أوجه التعاون والتنسيق والدعم من قبل هذه الجهات لتنفيذ هذه المشاورات في شهر يونيو الجاري. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن هذه المشاورات الوطنية المزمع عقدها هذا الشهر ستكون خطوة أولية تليها القمة التحضيرية في باريس في الشهر ذاته، تمهيدا لعقد القمة الدولية الرئيسية في نيويورك في سبتمبر المقبل. وحول هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة سماح محمد العجاوي القائم بأعمال الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلم والمنسق الوطني المختص بتنظيم المشاورات الوطنية. أهلا بك معنا في برنامج هنا البحرين. بداية، ما أهمية تنفيذ مثل هذه المشاورات قبل القمة العالمية في نيويورك في سبتمبر المقبل؟ السلام عليكم جميعا. أتت الحاجة الملحة لإحداث تحول شامل في التعليم على أعقاب الاضطراب الذي أصاب التعليم بسبب جائحة كوفيد-19، مما أدى طبعا إلى تفاقم مشكلات عدم المساواة في التعليم في العالم. فالحقيقة تهدف هذه المشاورات الوطنية في مملكة البحرين وغيرها من الدول إلى وضع رؤية مشتركة لمستقبل التعليم وإلى تعزيز الالتزام السياسي والعام، علاوة على تعبئة القدرة الجماعية لتحقيق الرؤية من الآن وحتى العام 2030، وهو العام المستهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. نعم، ما هي أبرز أهداف ومحاور ومكونات هذه المشاورات؟ في الحقيقة تتعلق المشاورات بمحاور أربعة رئيسة كلها تتعلق بالتعليم. أولا، المحور الأول هو ضمان التجاوز التام لآثار الاضطراب الذي أصاب العملية التعليمية بفعل جائحة كوفيد-19. المحور الثاني وهو تحدي التحولات الاستراتيجية والرافعات القائمة لإعادة تصور التعليم للقرن 21 وتسريع وتيرة التقدم نحو أهداف التعليم المشتركة. والمحور الثالث والمهم جدا هو ضمان التمويل العام المعزز والمستدام للتعليم. والمحور الرابع والأخير هو رفع سقف الطموح لأهداف ومعايير التعليم الوطني. نعم، كيف ستستفيد مملكة البحرين من هذه المخرجات قبل القمة الرئيسية المزمع عقدها في نيويورك؟
في الحقيقة ستجدد مملكة البحرين التزامها كعضو نشط في الأمم المتحدة وكشريك أساسي ومتميز في العقد العالمي للتعليم. من المتوقع أن تساعد هذه المشاورات في تطوير بيانات الالتزام الوطنية وأهداف التحول المنشود في التعليم، كما ستسجل بيانات الالتزام الموجزة التي ستصدر عن جميع الأطراف المشاركة في المشاورات إلى الالتزام الوطني بالعمل نحو تطوير وتحسين التعليم إن شاء الله إلى العام 2030. نعم الدكتور سماح محمد العجاوي القائم بأعمال الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلم، شكرا جزيلا لك. نظمت إدارة العمليات التعليمية للمنطقة الرابعة بوزارة التربية والتعليم المنتدى الأول للسلوك بمشاركة 45 مدرسة حكومية، وذلك دعما للجهود المبذولة لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلبة ومعالجة الفاقد في هذا المجال وإثراء القيم التربوية الحسنة في نفوسهم. وقد تضمن المنتدى في يومه الأول عرض 13 مبادرة مدرسية حضرها 381 مشاركا عبر المنصة الافتراضية، إلى جانب العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في مدارس المنطقة والتي تخدم الجانب السلوكي والتحصيلي، وذلك بهدف نشر الممارسات المتميزة. أما اليوم الثاني فقد بلغ إجمالي عدد المشاركين افتراضيا وحضوريا 270، حيث تم عرض عدد من أوراق العمل التي تسلط الضوء على الفقد السلوكي لدى الطلبة وآليات العمل التي ينبغي اتخاذها بهذا الشأن. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. الإدارة العامة للمرور تنفذ حملات توعوية لرفع معدلات السلامة في استخدام الدراجات الهوائية. أقامت جامعة البحرين الحفل الختامي لعرض مشاريع التخرج لطلبة الماجستير في التكنولوجيا المالية بقسم الاقتصاد والتمويل بحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة، وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية وعدد من مسؤولي القطاع المصرفي في المملكة. وخلال الحفل أكدت سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة، رئيسة لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين، أن هذا التوجه في تسخير الثورة الصناعية الرابعة لخدمة القطاع المصرفي يصب في صالح استمرار ريادة مملكة البحرين في تطوير الأعمال المصرفية ودخول التكنولوجيا المالية بشكل أساسي في أعمال هذا القطاع. أعلن مركز باس لتدريب هندسة الطائرات عن فتح باب التسجيل للحصول على رخصة هندسة صيانة الطائرات للعام الأكاديمي 2022 و2023، وتستمر فترة تقديم طلبات الالتحاق لخريجي الثانوية العامة والطلبة الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما، وذلك حتى نهاية أغسطس المقبل. وسيحظى الطلبة المنتسبين للمركز بتدريب يتضمن جوانب نظرية وعملية، حيث يقدم المركز دورات تدريبية على عدة أنواع من الطائرات بالإضافة إلى برنامج التحويل وعدد من البرامج والدورات الخاصة. ضمن استراتيجيتها التوعوية، تنفذ الإدارة العامة للمرور حملات توعوية خاصة في فصل الصيف، وذلك لنشر الوعي المروري حول أهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية ورفع معدلات السلامة في استخدام الدراجات الهوائية. وتسعى الإدارة لتكثيف تواجدها في المناطق التي يزيد فيها استخدام الدراجات الهوائية في جميع محافظات المملكة، وتعريف مستخدميها على أهم إرشادات السلامة على الطريق، وذلك حفاظا على سلامتهم. كما تقوم بتسليط الضوء على أهم السلوكيات المرورية الخاطئة التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق من سواق ودراجين ومشاة، والتي تعرضهم والآخرين لخطر الحوادث المرورية. وتم خلال هذه الحملات توزيع السترات الإلكترونية والتعريف بأهميتها وفي تحديد اتجاه سير مستخدم الدراجة الهوائية على الطريق وتنبيه السائقين خاصة في الفترة المسائية.
ضمن الجهود تبذلها الإدارة العامة للمرور لنشر الوعي والثقافة المرورية لمستخدمي الدراجات الهوائية، فالإدارة تدعو مستخدمي الدراجات بأهمية التقيد بإرشادات السلامة المرورية، وهي التزام بالسير بالجانب الأيمن على الطريق باتجاه حركة المركبات، وذلك لعدم ارباك الحركة المرورية. كما تدعو الإدارة العامة للمرور جميع مستخدمي الدراجة الهوائية التزام بتوافر اشتراطات السلامة، كضرورة ارتداء خوذة الرأس ووسائل حماية الذراعين والكوعين، وضرورة توفير الإنارة الأمامية والخلفية وارتداء الحزام العاكس ليلاً، وضرورة توفير جرس التنبيه. والإدارة العامة للمرور تتمنى من جميع مستخدمين الدراجات الهوائية التقيد بقانون المرور حفاظاً على سلامتهم. وثق الباحث الفلكي محمد رضا العصفور لحظات شروق الشمس هذا الصباح، حيث تحدث مساء اليوم ظاهرة الانقلاب الصيفي، وتشهد دخول فصل الصيف فلكيا في تمام 12:13 مساء، حيث يعتبر أطول فصول السنة في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ويستمر لمدة 93 يوما و15:49. وبين العصفور أن هذا اليوم يعتبر ذروة الفصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ويتميز بأطول نهار وأقصر ليل خلال العام، وتبدأ ساعات النهار بالتناقص تدريجيا، بينما في النصف الجنوبي يشهد هذا اليوم ذروة فصل الشتاء فلكيا، ويتميز بأقصر نهار وأطول ليل خلال العام. وإلى حالة الطقس في محافظة مملكة البحرين. نهاية برنامج هنا البحرين، ولمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. شكرا لكم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.